السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. عنقنا القبلتين ومسرى النبي صلى الله عليه وسلم تتكلم وتتحدث الأحداث الواضحات. هنالك قتل وتشريد واستباحة للمقدسات، فأين هو دور الأمة العربية الإسلامية المحمدية من هذه الأحداث التي تمر كل يوم بالواقع الفلسطيني وبمقدساتنا في المسجد الأقصى؟ يسعدني في هذا اللقاء أن أفتح هذا الملف الذي في غاية الأهمية، نطرح العديد من التساؤلات عن المؤسسات الأهلية الناشطة في ليبيا وأيضا عن الجالية الفلسطينية التي تعمل على كثب في نصرة القضية الفلسطينية. لكن قبل أن نبدأ هذا الحوار وأن أرحب بضيوفي، أذهب إلى هذا التقرير، من بعده نواصل. قطاع غزة الذي يقطنه مليونان نسمة ويخضع لحصار بري وبحري وجوي تفرضه إسرائيل منذ 15 عاما، يتجدد عليه القصف ويموت الأبرياء وما تعلن الهدنة حتى تتكشف المأساة والمعاناة عن ما لا يقل عن 44 فلسطينياً، من بينهم 15 طفلا ارتقوا شهداء في العدوان الأخير على القطاع، كما أصيب ما لا يقل عن 350 مدنيا فلسطينيا. القصف الإسرائيلي مسح مبان بالأراضي الفلسطينية وقصف مخيمات اللاجئين ودمر بيوت الفلسطينيين في استمرار للانتهاكات الإنسانية والعبث بالمقدسات الإسلامية. وفي ظل الصمت الذي يشهده العالم أمام هذه الانتهاكات، كان دور الشعوب المناصرة بالحملات الشعبية والمؤسسات الأهلية الدور الأبرز في نصرة القضية الفلسطينية، ومع كل عدوان على قطاع غزة والمقدسات تنطلق الحملات التي تعنى بالإغاثة والتوعية ومناصرة المقدسات. الله أكبر. وفي ليبيا العديد من هذه الجمعيات الخيرية التي جعلت من القضية الفلسطينية هي العنوان، كحملة مسرى وكلنا من أجل الأقصى وغيرهم من المؤسسات المستمرة في مد يد العون انطلاقا من الواجب الوطني ومناصرة للأخوة الأشقاء. مرحبا بكم مجددا. إذا بعد هذا التقرير الذي استعرضنا فيه واقع الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة على الأرض في نصرة القضية الفلسطينية، يسعدني أن أرحب بالدكتور حسان المغني، وهو رئيس اللجنة أو رئيس الجالية الفلسطينية في ليبيا. مرحبا دكتور. وأيضا أرحب بالأخت صابرين الفزاني، وهي أحد مؤسسي حملة مسرى لنصرة القضية الفلسطينية. مرحبا بكم. نبدأ معك دكتور. دكتور، القضية الفلسطينية دائما ما تخفت، للأسف نتابع عن كثب الأحداث اليومية التي تمر بالواقع الفلسطيني، أحداث غزة ليست ببعيد، ولكن كلما تأتي هدنة أو هناك صلح مؤقت تنسى هذه القضية. فلسطين بلد مجروح، وإن تحدثنا عن غزة هذا القطاع الذي يقطنه أكثر من 2 مليون نسمة، للأسف نتحدث عن تشريد قتل يومي. إلى الآن الأحداث الأخيرة أسفرت عن 44 شهيد نحسبهم كذلك. كيف تتابعون كجالية فلسطينية ناشطة في ليبيا ما يحدث بغزة وما يحدث ببلدكم الأم فلسطين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على استضافتكم لنتحدث حول موضوع هام، موضوع يؤرق ليس الفلسطين فقط وإنما الأمة العربية والإسلامية. قبل أن أبدأ حديثي في موضوع ما يدور الآن، أعود بكم بالذاكرة إلى عام 1969، وفي بالتاريخ بالضبط في 21 أغسطس بالتاريخ أمس كانت الذكرى 53 لحريق المسجد الأقصى. في تلك الليلة كتبت رئيسة وزراء العدو في مذكراتها أنها لم تنم طول الليل، وكانت تتصور أنه نتيجة هذا الحدث ستدخل أفواجا
من العرب ومن المسلمين وتهاجم إسرائيل. وعندما انتهى الليل ولم ترى شيئا يحدث علقت وقالت: الآن باستطاعتنا أن نفعل ما نريد. هكذا هي الفلسفة التي قامت عليها إسرائيل، أنها ترى أنها تفعل ما تريد. وما تفعله الآن في حروب متتالية على قطاع غزة، هذا الشريط الضيق والصغير بالمقارنة ببلاد أخرى والذي تبلغ مساحته فقط 365 كيلومتر مربع ويقطنه أكثر مكان في العالم كثافة للسكان، نرى أن إسرائيل شنت حروب متتالية منذ عام 2008 2014 2021، وفي هذه الحروب راح العديد من الضحايا الأبرياء، هدمت المنازل وقتل الأطفال ورملت النساء ودمرت العمارات، كل هذا على مرأى ومسمع العالم. وبالرغم من ذلك يلقون باللوم على الفلسطيني ويرون أن الفلسطيني هو السبب فيما جرى له. لماذا يجري ذلك؟ لأن العالم يكيل بأكثر من مكيال. دكتور، وكأن العالم استمرأ هذا الأمر، احنا نتحدث تحديدا بأن كل قصف وكل عدوان من قبل الكيان الصهيوني كلما يمضي ويمشي الوقت احنا نقوله للأسف تتلاشى الشعور بالقضية الفلسطينية، تبقى وكأنها شعارات إن صح التعبير، فلماذا هذا الفتور الذي وقع بالأمة؟ حقيقة هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى هذا الفتور. لعلنا نعلم جميعا أن التمسك بالقضية الفلسطينية أصبح من المحرمات حتى في مناهج التعليم في كثير من الدول العربية، تم حذف ما يتعلق بفلسطين من مناهج الدول بالإكراه، فرض على هذه الدول إزالة كل ما يتعرض لإسرائيل بسوء، حتى أن آيات من القرآن الكريم حرم على الكتب المدرسية الإتيان بها خدمة لإسرائيل. وهذا أمر مؤسف، وعلى مدى السنوات الطويلة أدى ذلك إلى ما نراه الآن، إلى ظهور مبدأ ديني جديد وهو الدين الإبراهيمي، والذي بمقتضاه نرى أن بعض الدول العربية تطبع تطبيعا كاملا مع العدو الإسرائيلي. رغم التطبيع دكتور، ولكن هناك أمل في أجيال جديدة تشتغل على قضية نصرة القضية الفلسطينية. لعل الآن معنا حملة مسرى، وهي حملة ليبية من شباب وفتيات ليبيين يعملون بطريقة ما على نصرة القضية. نتحدث مع صابرين، وهي إحدى المؤسسين لهذه الحملة. صابرين، تحديدا عندني قدامي يعني في 2021 وتحديدا في مايو انطلقت هذه الحملة في نسختها الأولى، الآن النسخة الثانية كانت من أيام ماضية فقط. النسخة الثانية كانت عبارة عن يعني بازار خيري، قدمتم فيه العديد من المعونات. احكي لنا ما الفرق بين النسخة الأولى والنسخة الثانية في حملة مسرى؟ ومسرى أنتم مني بالتحديد اللي ما يعرفكمش. أول حاجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. شكرا أمين للدعوة الكريمة وللقناة. بالنسبة لمسرى، كانت انطلاقتها في 2021 شهر مايو، كانت بالتزامن مع الأحداث اللي صارت في حي الشيخ جراح وفي غزة. كان شهر مليء بالأحداث، فاحنا قعدنا نتفرجوا شنو الدور اللي ممكن نقدمه، شنو الشيء اللي ممكن احنا يشكل فارق في القضية أو ممكن يفرق مع الناس اللي موجودين غادي في قلب الحدث. فحولنا ان احنا ننشئ منصه على مواقع التواصل الاجتماعي. المنصه هذه كانت بالتعاون مع شباب كانوا مؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي ونشطاء من المجتمع المدني واغلبهم من الشباب الليبيين. طلعنا في فيديوهات مباشره، صدفنا فيها شخصيات من ليبيا ومن خارجها، كانوا معنا عدد شخصيات من غزه، من كانوا من بيت المقدس، منهم المرابطه هنادي الحلواني، وكانت فيه واحد من الشباب اللي موجودين غادي في بيت المقدس وبرضه من غزه. فحولنا ان احنا نوصل صوتهم للناس اللي تابعوا فينا هنا في ليبيا، والشباب اللي قاعدين ممكن يقضوا في
ممكن نص اليوم او كل اليوم او جل اليوم بتاعهم قاعد على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك وتويتر وانستغرام. فاحنا حبينا ان احنا نخاطبوهم عن طريق الامكان اللي هم متواجدين فيه، سواء في الفيسبوك تويتر انستغرام، احنا موجودين، صفحتنا موجوده مفتوحه، كان طول الوقت تواكب الاحداث، تتابع الاحداث، تطلع في فيديوهات. طبعا من خلال الناس اللي عندهم متابعين وعدد الفولورز بتاعهم هلبا كبير، قدرنا نوصله، قدرنا نسمعوا صوتنا، قدر الشباب يعرف شنو صاير حاليا من احداث. نعم. قدر في الوقت اللي هو يقضي فيه حاليا على الانترنت لا يقدر يشوف شنو صاير في غزة، شنو صاير في بيت المقدس، شنو الانتهاكات اللي قاعده تصير، شنو الاعتداءات اللي قاعده تصير. نعم. فحاولنا نواكبه هذا اولا باول. هذا بالنسبه للنسخة الاولى. هذه النسخه الاولى يعني تزامنتم مع احداث الشيخ جراح. النسخه الثانيه تحديدا كانت بعد الهدنه، حتى هي في مايو في نفس الوقت تقريبا، بس تزامنت ايضا مع القصف للأسف اللي كان على قطاع غزة والشهداء وما حدث. هل اخترتم أنتم الموعد تحديدا مع الأحداث متاع غزة أو جعلتم موعد سنوي أو كيف؟ فقط بس أمين لو ممكن نشير، في الحملة الأولى أو في النسخة الأولى كانت فقط مش جانب توعوي وتثقيفي، كان الجانب أيضا يعتمد على الإعانات، كان إحنا ركزنا على عدة جوانب، حاولنا إحنا نوعوا إن إحنا نثقفوا إن إحنا نشيروا إن إحنا نخلوا الناس أو الشباب الليبي مش مغيب على القضية هذه، أيضا حاولنا إن إحنا نساعدهم بطريقة الإعانات والتبرعات اللي كانت توصل. جيد. فهذا استخدمناه في نسختنا الأولى وبرضو حتى في النسخة الثانية. إحنا في النسخة الثانية ما جبناش شيء جديد هل بطلعنا به، ولكن حاولنا نضيفه على الأشياء اللي كانت في المرة الماضية. المرة الماضية الحمد لله يعني بفضل الله كنا إحنا طبعا عن طريق مؤسسة رابس الإغاثة، حاولنا إن يعني وصلنا على التبرعات خلال شهر واحد، كانت مدة الحملة شهر واحد فقط، وصلنا فيه لما يقارب 100,000 دينار ليبي ما شاء الله. حاليا في النسخة الثانية كانت برضو في مايو. لو بنرجع لسؤالك هل إن هي لها علاقة بما صار والهدنة، نعم هي كانت كأنها هي الحاجة اللي شحذت الهمة بتاعنا واللي خلتنا نرجع من جديد، هي الأحداث اللي صارت في غزة. فاحنا بدأنا في بعد مايو تقريبا، بدأنا قبل الهدنة بشوية أو بعدها في نفس الفترة، يعني في فترة مقاربة لها، بنفس العقلية بنفس الأهداف. طيب أنا حنجي لقضية التبرعات وكيف تجمعوا فيها أنتم كشباب ليبيين. فقط نرجع للدكتور حسان. رغم الدعاية السلبية التي يبثها الإعلام للأسف بطريقة أو ما، وأيضا حملات التحريض بأن هذه القضية الفلسطينية باتت قضية خاصة بالفلسطينيين، ما علاقة باقي العالم بهذه القضية، هي قضية داخلية وشأن داخلي، فدعوا الدول تطبع كما شاءت، لكن في القابل والمقابل نشوفه في شباب من دول أخرى، إحنا شباب ليبيين الآن في ليبيا يقومون بحملات شتى تبرعية، حملات توعوية. كيف تتابعوا أنتم كجالية فلسطينية هذه الحملات ووقعها على الداخل الفلسطيني وعلى إخواننا المستضعفين في فلسطين؟ لا شك أننا نتابع ذلك بكل فخر واعتزاز، نشارك مع الشباب في إبان الحرب الأخيرة. التقى بنا العديد من الشباب الليبيين المتطوعين للعمل من أجل ماذا نقدم لفلسطين، وكانت هناك حملات جمع تبرعات وأيضا إرسال قوافل إغاثية عبر الحدود الموصلة إلى غزة، وكان هناك عمل ممتاز. كانت هناك لقاءات عديدة في اللقاءات التي تمت في مختلف الميادين، رفع علم فلسطين في ميدان الشهداء. نعم. وكان هذا يعني عمل عظيم جدا، لم يحدث أن رفع علم. طيب أنا تحدثت على الدعاية يعني هذه التي تتحدث بأن القضية الفلسطينية باتت قضية خاصة، لماذا يا عالم تتدخلون في الشؤون الداخلية؟ هل تعتقد بأن هذه الدعاية باتت رائجة عند شباب اليوم؟ وأنت لربما الآن تبارك الله 50 سنة في ليبيا بين الشباب وتعرف الواقع الليبي، مع أننا بعيدين عن الفلسطينيين، هل تأثروا بهذه الدعاية التي يبثها الكيان؟ في معلومة، عندما قامت دولة العدو كانوا يراهنون على مبدأ يقول الكبار سيموتون والصغار سينسون. نعم. والحمد لله الكبار رحمهم الله، ولكن الصغار توارثوا حب فلسطين وحب العمل من أجل فلسطين، ليس في داخل فلسطين فقط، وإنما رأيت هذا بأم عيني في ليبيا، حيث كما تفضلت وقلت أني أقيم فيها منذ حوالي 50 سنة. كنت أعمل مدرسا
وكانوا طلابي دائما يسألون عن فلسطين وماذا يقدم من أجل فلسطين. فهذه الدعاية حتى وإن نجحت في بعض البلدان ولكنها في ليبيا تأثيرها لم يؤتي أكله كما أرادوا له. نعم، يعني أنت تقول بأن رغم ما يمر من ليبيا بأحداث ومشاكل، الشعب الليبي لازال مستمر في نصرة القضية الفلسطينية. نعم، وأؤكد على ذلك. طيب نرجع لصابرين. صابرين بالنسبة للحملة في شقها الثاني أو نسختها الثانية اللي كانت الآن من أيام ماضية، قلت بأن هناك حملة تبرع، كيف الآلية، كيف اشتغلتوا على التبرع، تجميع التبرعات، كيف تشتغلوا تحديدا؟ بالنسبة لحملة التبرعات أو الشق اللي خاص بالتبرعات في حملتنا، كان طبعا احنا الحملة بصفة عموما يعني كانت تحت رعاية مؤسسة رابس الإغاثة والثقافة، فكانت كل التبرعات اللي تصلنا احنا خدمنا في شقنا الأول والثاني، خدمنا على عدة مدن في ليبيا منها طرابلس والزاوية ومسراتة، كانت تبرعات تصل عن طريق مندوبين، وبرضو حتى هم كانوا متطوعين، الرغبة الوحيدة بدون أي فائدة، بدون أي مقابل مادي، ولكن فقط حبا ورغبة في تقديم شيء للقضية. فكانوا يشتغلوا الشباب في جلب التبرعات، وكانت الوسائل أو قنوات الاتصال بيننا وبين فلسطين أو بين غزة أو بين القدس كانت هي عبارة عن مؤسسة رابس الإغاثة. كانت التبرعات تصل حتى في مقرهم هنا في طرابلس، تصل التبرعات وبعدين تنقل أو تصل لغزة أو فلسطين وكذا عن طريق عدة مؤسسات تانية، مؤسسات تشتغل في الإغاثة، في الجانب الإغاثي، في جانب جمع التبرعات، كانت منها في تركيا، منها في فلسطين تحديدا. فكنا احنا نتعاون مع أكثر من جهة لإيصال هذه التبرعات، برضو من جانب شفافية. بعد ما كملنا الحملة اللي كانت في مايو 2021، كان كل الأشياء منشورة، كان فريق مؤسسة رابس الإغاثة اللي متعاونين معنا غادي، كان يعني الصور تنشر، نوعية التبرعات اللي تم يعني جلبها واللي تم التبرع بها برضو كانت تنشر، وهذا ما قاعدين نشتغل عليه حاليا في نسختنا الثانية. طيب صابرين، هنا السؤال ربما يتبادر في أذهان الكثيرين خاصة من المشاهدين، ما الدافع الذي يدفع صابرين وأخواتها، مجموعة الشباب اللي أنتم في حملة مسرى للعمل على القضية الفلسطينية؟ لربما يقولك اللي فينا مكفينا، هل بيقولوا فيها هذه يعني صح. بلسان البعض، فشين الدافع يخلي فيكم الآن تشتغلوا على تبرعات؟ لربما ليبيا ليست بمنأى على فلسطين في واقع المشاكل والحروب والأزمات، وأيضا في نفس الوقت تشتغلوا على فلسطين، شنو الدافع؟ ممكن هذا السؤال كانت أمنيتي نجاوب عليه لما سألت الدكتور اللي هو الشباب حاليا شن دورهم دايرين وعلاش وكيف وكذا. ممكن الدافع، ومش ممكن يعني، هو الدافع الحقيقي لنا احنا كمسرى او الشباب اللي موجودين في حملة مسرى، هو ايمانا منا بان هذه القضية ممكن احنا ما نشوفولهاش ان هي قضية قومية او قضية عربية او ان فلسطين كدولة ضمن عدة دول في الوطن العربي، ولكن ان هي قضية عقيدة، قضية إسلامية احنا معنيين بها. ممكن زي ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث ان مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد واحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فاحنا جزء من جسد كامل معنيين به، بألمه، بوجعه، بما يعانيه، بما ممكن انه هو يشق عليه. فواجبنا، واجب هو زي ما يقول في يعني في القرآن الكريم الآية تقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. احنا نشوفوا في مرابطين حاليا في المسجد الأقصى، ممكن كان الفضل بتاعهم ان هم ولدوا في رحابه، ولدوا في 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 احياء البلدة القديمة، ولدوا في شوارع الأقصى، ولكن احنا يعني كانت قدر الله ان احنا نكونوا بعاد، ولكن مش معنى الرباط ما يرتبطش بمكان وزمان معين، لا، نقدر اني رابط عن طريق السوشيال ميديا، نقدر نرابط وانا في حوشي، نقدر اني رابط في لقاء زي هذا قاعده نتكلم معك امين. فاحنا في اي مكان مطالبين بالرباط، هذا واجب احنا مطالبين نقوم به، زي ما قلت من منطلق عقيده، من منطلق اسلامي بحت، احنا مطالبين بالشيء هذا. فانا علي واجب قاعد نادي فيه، قاعد يادي فيه اعضاء الحمله، قاعد نادي فيه كل حسب دوره، كل حسب على المكان اللي هو فيه، زي ما يقول الحديث كله ميسر لما خلق له، كل واحد على حسب امكانياته، سواء بالحديث، بالقول، باللسان، جيد، بالكتابة، بالتصميم الفوتوغرافي، بأي شيء. فهذا الدافع، هذا الدافع. طيب نرجع للدكتور لربما يعلق على هذا الكلام. دكتور تحديدا أنت يعني مسؤول عن الجالية الفلسطينية في ليبيا لمدة سنوات،
وفي نفس الوقت تخالط وقريب من الليبيين العاملين على نصرة القضية الفلسطينية. والأخت تحدثت عن الدافع الحقيقي لنصرة القضية وقالت شوفها يعني قصة عقيدة إسلامية ومقدسات ومسجد أقصى و هل يا دكتور الآن الجيل الجديد بقدر من الوعي بإمكانية يعني نصرة القضية وبأن فلسطين في يوم حتحرر ومطالبين احنا حتى نسعى لأن تكون فلسطين دولة مستقلة كباقي الدول العربية، هل هذا الوعي وصلوا للشباب أو لا بوجهة نظرك؟ هناك الحاجة إلى مزيد من العمل. ليه؟ لأن التيار الآخر والتيار المضاد لهذا العمل يعمل بقوة، يحاول إلهاء الجيل وينسيه واجبه الديني وواجبه القومي تجاه هذه القضية. يجب أن يدرك الجميع أن فلسطين وقف إسلامي ومسؤولية تحرير فلسطين مسؤولية إسلامية عربية فلسطينية، ولكن الأمور أخذت بالعكس الآن، يحاول أن يفسروها أنها قضية فلسطينية محضة ولا علاقة للآخرين فيها، وهذا مفهوم الخاطئ. وما تفضلت به الآنسة حقيقة يسعد الإنسان أنه يرى جيل جديد يؤمن بأن قضية فلسطين وتحرير فلسطين واجب ديني قبل أي شيء آخر. هذا بالإضافة أننا ندرك أن ربما لا يعرف البعض أن إسرائيل حتى الآن لم تحدد حدودا لها، ليس لها حدود، ليس لها حدود مع الدول المجاورة. لماذا؟ لأنها تسعى إلى احتلال المزيد، فاليوم فلسطين وغدا الله أعلم أين ستكون. طيب فوجودنا مع هذا العدو جيد. هنا العدو لربما يعمل بتخطيط واضح للتمدد في الأراضي الفلسطينية، لكن في القابل والمقابل نتحدث عن جاليات حقيقة فلسطينية في الوطن العربي ليس لها دور كبير في نصرة القضية. لربما انقسنا الجاليات الفلسطينية الموجودة في بلاد الغرب لازال العطاء وتقديم المعونات وتقديم المشورة والعمل على نصرة القضية الفلسطينية أكبر وأكثر من الجاليات الموجودة في الوطن العربي. ترجع هذا الشيء لأي سبب تحديدا؟ أرجعه إلى سبب واضح وهو حرية الحركة. الفلسطيني المقيم في الغرب حتى وإن اكتسب جنسية البلد التي يقيم فيها يستطيع أن يقدم لأهله في فلسطين أكثر من الآخر الذي يقيم في دولة عربية. لماذا؟ لأن هناك الكثير من القيود على حرية الإنسان المقيم في البلاد العربية، فهو مقيد بالرغم أن الآخر عنده حرية الحركة، حرية الإبداء الرأي. ولعلنا سمعنا أن بفعل فعاليات الفلسطينيين المقيمين في أمريكا أكثر من جامعة أمريكية أصبحت تتعامل مع إسرائيل كدولة أبرتايد، فصل عنصري. نعم. بفضل من هذا؟ بفضل الشباب الفلسطيني والعربي والإسلامي الذي ينقل هذه الصورة وتعزو الضعف الموجود في الوطن العربي لربما لتقييد الحريات. طبعا. ومنها الآن حملات التطبيع، هل أيضا أثرت على هذا الأمر؟ لا شك، لا شك أن الإنسان الفلسطيني مقيد، لا يستطيع أن يقوم بما يطمح إليه، حتى جمع التبرعات مراقب أو ممنوع في بعض البلدان. طيب في هذا الجزء تحديدا قبل أن نختم مع السيدة صابرين، قلتي لنا بأن هناك حملات توعية، أيضا حملات خاصة بالإغاثة لمسرى تحديدا. هناك الكثير يشاركوا الحقيقة سواء في التوعية في الإغاثة، هل عملكم يعني مستمر أو فقط تمر أحداث نلقوا مسرى يطلعوا يديروا بعض البيانات بعض المناشير بعض البزرات بعدين يختفوا مع اختفاء هذه الأحداث؟ خبرينا هل مستمرين؟ شن مشاريعكم القابلة لنصرة فلسطين؟ لأن فلسطين باقية والأحداث باقية والكيان باقي في تغوله وللأسف في استباحة دماء إخواننا في فلسطين. شوف الفكرة الأولى ممكن أن هي تصير أحداث تستفزك هذه الأحداث، فأنت حاب أنك أنت تدير حركة تترك أثر أو تشكل فارق في اللي قاعد يصير. فمن هنا إحنا طلعنا بداية، بعدين لما جت الأحداث الثانية إحنا موجودين حاليا في نسختنا الثانية من مايو. المرة الأولى كنا شهر، المرة هذه إحنا مستمرين لمدة 3 شهور. مقررين إن إحنا نوقف الحملة حاليا الشهر هذا حتكمل. التارجت اللي إحنا نبغى نوصله قريبا حنوصله إن شاء الله. المرة الأولى جمعنا في شهر 1 حوالي 100,000 دينار ليبي،
حاليا قاعدين واصلين في 3 شهور ما يقارب 80 ألف دينار ليبي. قررنا بعدها حاليا يعني تعريجا على كلامك أمين إن إحنا ما عادش حتكون إن هي حاجة مؤقتة، بمشيئة الله حتكون شيء قائم بذاته، بيكون كيان، بتكون مؤسسة طويلة الأمد بمشيئة الله. وانت في تعاون مع مؤسسات أهلية أخرى؟ نعم، خارج ليبيا، منها خارج ليبيا ومنها داخلها، فقاعدين نسعى حاليا إن إحنا تكون مؤسسة قائمة بذاتها. بالنسبة للمؤسسات التي في داخل ليبيا اللي بيتبرع الآن لمصاب مثلا غزة حاليا، وين يمشي وين يتوجه؟ حاليا إحنا يقدر أي شخص يكتب مجرد حملة مسرة على فيسبوك او على انستغرام ويتواصل معنا. فيه طرق للتبرع حتى من خارج ليبيا بالباي بال وكذا، عن طريق مؤسسه رابط الاغاثه زي ما قلت لي انا، هي راعي رسمي لنا. برضو عن طريق ليبيا عندنا ارقام هواتف، عندنا طرق تواصل، فعن طريق هذا كله يقدر اي شخص يوصل فينا. برضو لو انه هو بيتاكد يتحرف، حيلقى الاعمال الماضيه كلها منشوره، كلها يعني احنا يعني اشرنا لها في بوستات سابقه وفي تدوينات سابقه، فكل شيء قاعدين على السوشيال ميديا كله يعني واضح للجميع، اي حد يقدر يتواصل معنا. فبإذن الله ما فيش أي فجوة، ما فيش أي جاب صايرة بيننا وبين الناس. كويس، فالحمد لله موفقين إن شاء الله. أمين. سيدة صابرين الفزاني، وأنت إحدى مؤسسي مسرة أو حملة مسرة لنصرة القضية الفلسطينية. شكرا أمين. سنواصل مع دكتور، وسينضم إلينا الآن ضيف جديد بعد الفاصل. إذن فاصل قصير، من بعد هذا الفاصل نواصل. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مجددا في هذه التغطية التي خصصناها عن فلسطين ونصرة القضية الفلسطينية. يسعدني أن أرحب بضيفي الذي انضم إلينا في هذا الحوار، السيد طه الشكشوكي، وهو ناشط مدني وأيضا مؤسسي جمعية الأقصى. مرحبا أستاذ طه، وأيضا أعيد وأجدد الترحيب بالدكتور حسان المغني وهو رئيس الجالية الفلسطينية في ليبيا. أستاذ طه، قبل الفاصل تحدثنا مع ضيفي عن نصرة القضية الفلسطينية وعن الجمعيات الأهلية العاملة في الواقع الليبي على نصرة ما يحدث في غزة وما يحدث في فلسطين من دماء وأشلاء وللأسف انتهاكات في حق الإنسانية ولإخوتنا العرب المسلمين هنالك. لكن بنسألك سؤال صريح، هل القضية الفلسطينية قضية عربية، قضية قومية، قضية عالمية، قضية شيني فلسطين؟ أول حاجة نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم، اللهم اجعلنا من الذين يهتدون بهديه إلى يوم الدين. شكرا لك سيد الأمين، وشكرا لأستاذنا حسن، وشكرا لي، أعتقد كنت في نشاطي. نعم، ما شاء الله تبارك الله. لا طبعا طبعا، قضية فلسطين ليست قضية الفلسطينيين، وهذا ما يحاول، صحيح ما يحاول العدو والعدو الإسرائيلي والأعداء المساندين لإسرائيل أن يغرسوه ويؤكدوه بأنه قضية فلسطينيين فقط، حتى فرق تسد، حتى تصبح القضية خاصة. يعني معناها لماذا العالم يتظاهر في شتى أنحاء العواصم العالمية من أجل قضية محلية؟ يعني لا، قضية فلسطين قضية دولية، قضية إنسانية، قضية عربية، قضية إسلامية بجميع، هي قضية الإنسان بما كل ما تعنيه من كلمة، لأن ما يمارس فيه هو ضد الإنسانية بجميعها، هي قضية ضد الأديان. هذا ما أمرت به الديانة اليهودية، أن تقتل البشر. هل هذا ما يرضاه المسيحيون، بأن تنتهك كنيسة القيامة وأهل كنيسة القيامة والقائمون على كنيسة القيامة بأن يقتلوا ويمنعوا من أبسط الأشياء الحقيقية لهم؟ هل هذا ما ارتضاه؟ ألم يفرق العالم بين ما كان يحدث في جنوب أفريقيا من التمييز العنصري، وقامت والسبعات سنوات وقامت القيامة والحروب والعالم كله قام بأن التمييز العنصري الأبارتهيد هذا ضد الإنسانية؟ إن ما يحدث في فلسطين هو أسوأ من قضية اللون، بل هو قضية بجميع القضايا في بوتقة واحدة.
اسمها نحن لا نعير اهتماما للإنسانية. نعم، هنا ربما تأخذني لسؤال مباشر للدكتور. دكتور، تتابع القضية عن كثب، رئيس الجالية فلسطيني مقيم في المهجر 50 سنة، تتابع قرارات الأمم المتحدة، عشرات القرارات التي أنصفت فلسطين ولكن لم تطبق. برأيك لماذا لا تطبق كل هذه القرارات التي تنصف الداخل الفلسطيني، المواطن الفلسطيني اللي عنده حقوق المفروض، اللي عنده حدود، لكن كلها لم تطبق، لماذا؟ القرارات لم تطبق بسبب وجود معايير مختلفة. قرارات الأمم المتحدة لم يطبق لفائدة فلسطين أي قرار منها، وآخر قرار رقم 242 الذي نص على انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية واعتبار الأراضي الضفة الغربية وقطاع غزة أراضي محتلة، لم يطبق بسبب اعتراض إسرائيل بوجود كلمة النص قال انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية، إسرائيل قالت لا، انسحاب إسرائيل من أراضي فلسطينية. فقال التعريف الآن إن 50 سنة ونحن غير قادرين على إقناع العالم أن يعتبر أنه إسرائيل محتلة للضفة الغربية. إسرائيل لا تعتبر نفسها في دولة احتلال في الضفة الغربية، تعتبر نفسها أنها عادت إلى يهودا والسامرة، وبالتالي تبني في المستوطنات، تحاول أن تقيم مستوطنات جديدة في أراضي الضفة الغربية. وبالمناسبة أراضي الضفة الغربية عبارة عن 6,000 كيلومتر مربع من أرض فلسطين الكلية، وهي 27,000 كيلومتر مربع، وقبلنا بها أن تقام عليها دولة فلسطينية، إلا أن إسرائيل وبمساندة بكل وضوح وبمساندة أمريكا أولا وجميع الدول التي عملت على إنشاء إسرائيل، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، جميعهم يدعمون إسرائيل. يعني هل تقولون هناك يعني الكيل بمكيالين وكل هذه القرارات بتت حبر على ورق؟ نعم. بينما نرى قرارات أقل جرأة وتطبق في العالم الآخر. قرار التقسيم، نعم، الذي أصدرته الأمم المتحدة في 29 نوفمبر 1947 ينص على إقامة دولة إسرائيل وإقامة دولة فلسطين. إسرائيل طبقت ما اعتبرته مكسب لها. نعم. أين العالم من تطبيق الجانب الآخر؟ لغاية الآن لم يطبق القرار بكل شموليته للدولتين، وبالتالي نحن في عالم منافق. هنا العالم المنافق بالنسبة للأستاذ طه الذي أنا أشرت أنه يكيل بمكيالين، وهنا حرب المصطلحات تحديدا التي تغيرت، بات المظلوم هو الظالم. احنا نتحدث حتى عن المقاومة الآن تصنف إرهابية، الآن من يرفع السلاح المقاومة في فلسطين يصنف بين قوسين بأنه إرهابي. فهل حرب المصطلحات هذه انطالت على العالم أجمع؟ أنا أحب أبشرك سيد الأمين وأستاذنا الفاضل حسن، يقولون ما يشاءون ولكن الحق لا يذهب بالكلمات، الحق هو فعل واضح، واضح المعالم. يعني كانوا يقولون على المجاهدين الليبيين، كانوا يسمونهم الفلاقة، كانوا يتكلمون على المجاهدين الجزائريين بأنهم مخربين وإرهابيين، كانوا يقولون على كل مقاتلي الحرية والاستقلال من أجل الوطن، كان يسمونهم بأنهم إرهابيين. وبعد عندما كانت هناك الجدية وهناك القوة وهناك الوضوح في المسار، لن أتغير ولن أنقسم على نفسي، جاءوا وتفاوضوا معهم. ونحب نقول يعني حتى المصطلحات، زي ما نحكوا على دولة مثلا زي احتلال فرنسا للجزائر 120 سنة أكثر من فلسطين، أكثر من فلسطين. وكانوا لو تشوف في الوثائقيات عندما يتكلم الوثائق اللي يتكلم عليه تحرير الجزائر اللي من 120 سنة وفي السنوات التي سبقت التحرير، كانوا يشجعون الشعوب أو الشعب الجزائري أو شعوب العالم بأن جبهة التحرير الجزائرية هم إرهابيين
أو إرهابيون، هادوا ناس مخربون يخربون ويفجرون. وماذا حدث؟ الآن لدينا دولة اسمها جمهورية الجزائر، يقوم حكامها دولة مستقلة حرة. 120 سنة الإسرائيليين، والله من الطرائف والأشياء اللي عجبتني أنهم كل ما الإسرائيليين يقومون بعملية إرهابية، الإرهابيين الإسرائيليين إرهابية ضد المدنيين، يعتقدون أنهم سيوقفون حماس وسوف يوقفون الجهاد وسوف يحبطون الهمم، بل على العكس تطلع الهمم، وخاصة الآن سلاح الإنترنت، سلاح الإعلام، هم يحاولون أن يوجهونه ضد الشباب، والآن السلاح انقلبت السحر على السحر. الآن في الإعلام الإعلام العالمي أصبح ينظر إلى الإسرائيليين بأنهم إرهابيين، لأن الآن هناك صوت للمظلوم قد وصل. كان في الماضي تستطيع أن تتحكم في الإعلام، تستطيع هنا البي بي سي، تتحكم على الراديو، تتحكم في التلفزيون، أما الآن أنت الذي اخترعت الإعلام لتسيطر به علي، والآن الإعلام أنا أخدمه وأعمله وأشتغل به ضد الظلم والظالمين. هنا لعلك ترفعنا لزاوية مهمة، طيلة السنوات هو ذكر حرب تحرير الجزائر وغيرها من حروب التحرير التي الشعوب قاومت لسنوات ربما أطول حتى من الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين. هل طيلة المدة التي وقعت على فلسطين بثت في المواطن الفلسطيني اليأس؟ أبدا، لم ولن. شين الدلائل؟ الدلائل الجيل الموجود في فلسطين الآن، شباب في عمر الظهور يندفعوا من أجل العمل من أجل فلسطين. أولا هناك العمل الواضح في صورة تجمعات فلسطينية، في صورة انضمام إلى حركات تحررية، في صورة عمل فردي، الكل يعمل من أجل. أدركنا تماما أنه لا وجود لهذا الكيان في فلسطين. الحجة التي قاموا على أساسها أن فلسطين أرض بلا شعب أثبتت عكس ما قيل، والعالم أصبح يقتنع أن فلسطين أرض لها شعب هجر بالقوة ودمرت قراه وسلبت حريته. أكثر من 800 ألف فلسطيني هجروا، أكثر من 400 قرية دمرت، مذابح جرت على مرأى ومسمع العالم. ولكن كما قلت في البداية أن إسرائيل وجدت لهدف، وهي كما قيل لها أن تكون دولة عازلة، دولة فاصلة بين شرق الوطن وغربه، بحيث لا تقوم أمة واحدة في هذا الجانب. تساعد على التقسيم. نعم. تقصد. نعم. طيب أستاذ طه، هو ذكر إسرائيل وجدت لتقسيم الأمة، لتقسيم الدول العربية، لتكون دولة عازلة كما أشار، لكن تحديدا حقيقة احنا في شبهات ترمى، وهناك الكثيرين زمان كانوا يقولوا فهد ربما بينه وبين نفسهم احنا نقوله، لكن باتت هذه المصطلحات تقال في الإعلام، تقال في الميديا، تقال بين الناس، يقولك احنا مالنا مال فلسطين، يلا نلهو بمشاكلنا الداخلية. وهذا مش فقط في ليبيا، هذا في جل الدول العربية. مثل هذه الدعاوي شين مصدرها رقم واحد، ورقم اثنين هل مصدرها صحيح؟ والله الإنسان عدو ما يجهل سيد الأمين، والحديث الأخوة المشاهدين على العكس، لأن نقول هذا الإنسان البسيط اللي يقول الكلمات هذه هو جهل، وإن شاء الله لا بأس، إحنا يدعو له بالشفاء، لأن السبب إنما أنت ما عندكش حكومة جيدة، وما عندكش اقتصاد جيد، وما عندكش، سبب إسرائيل يعود إلى القضية الفلسطينية. إذا انتزعت، إذا انتهت إسرائيل، سوف تشاهدون، سوف نعيش في سخاء ورخاء في كافة دول العالم، وخاصة الدول العربية والدول الإسلامية، لأن مصدر البلاء أيها العربي الذي تشعر بأن مشكلتك في وطنك، بل مشكلتك تتعدى الوطن هذا، لأن من يسيطر على المال. نعطيك مثال على سبيل المثال تصديقا لكلماتك سيد الأمين، وإن شاء الله الدكتور حسن إذا كان يأيد لي. مشكلة الغذاء الآن، مشكلة الغذاء مثلا نقوله في 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 مصر على سبيل المثال، مصر دولة عندها نهار وعندها، ولكنها تعاني مشكلة غذاء. هل سبب المشكلة الغذاء هدية يعني هي علينا أن نهتم بوضع مصر بس؟ أبدا، العالم الآن مرتبط ببعضه. من الذي منع من لماذا عندك مشكلة غذاء؟ لأن هناك دول أخرى تصدر لك الغذاء، لأن السلاح الذي يجب أن يذهب إلى التنمية
الآن مثلا على سبيل المثال دولة مصر الشقيقة والعزيزة ونحن نحب أهل مصر وكل ما يأتي وإخوتنا في مصر دم واحد، لأن أكثر من ثلث الميزانية للشعب المصري تذهب إلى السلاح. سلاح ضد من؟ ضد العدو الإسرائيلي. إذا لم تكن هناك إسرائيل لن يكون هناك داعي لهالميزانيات الضخمة أبدا. ولعلمك إسرائيل ليست دولة قوية، هذا إعلام. إسرائيل تعيش بالمساعدات الغربية، لو وتعيش بشيء تعيش بحاجتين، وده كان يأيدني أستاذ حسن، تعيش بالمساعدات الغربية وبالحكام العرب. من يحاصر فلسطين الآن؟ أمريكا، بريطانيا، ألمانيا، من يحاصر فلسطين؟ كلها دول عربية، صحيح أستاذ حسن؟ دول عربية. لكن هنا أستاذ حسن هناك من يقول بأنكم تصدرون المشاكل الداخلية إلى فلسطين. فلسطين لا تصدر الموت، فلسطين تسعى لبناء دولة، عفوا إسرائيل، بناء دولة خاصة بها مستقلة. لماذا كل الشماعات العربية باتت تتحدث عن إسرائيل؟ إسرائيل هي التي تصدر الجوع والخوف والفقر، بينما أنتم مشاكلكم داخلية. يعني كيف دلالات كلام الأستاذ؟ هو ليس تصدير وليس وهم، وإنما هذا واقع. إسرائيل تتدخل في الشؤون العرب بشكل مباشر أو غير مباشر، تتدخل وتعمل على أولا زرع الفرقة بين البلد الواحد، أطياف البلد الواحد، تزرع العداء بين الدول بعضها البعض وهكذا. في أدلة ملموسة على هذا الموضوع. نعم. احنا دائما نتحدث على هذا الموضوع. نعم. صحيح. والمشاهد ينظر ويفهم ويتابع ويقول لك هل فعلا بأن باتت إسرائيل الآن الخطر الحقيقي، أو الخطر في عدم وجود الغذاء، عدم وجود المال الكافي، في المؤشرات في تدني الاقتصاد الدولي؟ هنا يقول لك ربما الخطر مش في إسرائيل. أنا أتحدث حول القضايا الخاصة بالنظم الموجودة الآن. التهديد، ما الذي يدعو بعض الدول ونسميها الدول العربية في الخليج إلى إنفاق مليارات الدولارات للسلاح؟ لماذا؟ لأن إسرائيل زرعت لديهم مخاوف أن جيرانكم يعادونكم ويريدون مهاجمتكم، وبالتالي لابد أن تستعدوا. فمن جانب المال اللي كان يجب أن يتوجه إلى التنمية يتوجه للسلاح، بالإضافة إلى انعكاس هذا على الدخل الفرد في البلاد العربية. جيد. هذا إذن ما نقوله بأن إسرائيل وراء كل هذه المصائب التي تصيب الأمة ليس أمرا خيالا. طيب استطاع، احنا استعرضنا مجموعة ربما من الشبهات التي تطرح حقيقة، بس الآن والعدد الكبير من المناصرين للقضية الفلسطينية لتؤلمهم الأحداث التي تمر تباعا، ما تمر أحداث حتى ننساها، تمر أحداث أفضع منها. الآن نتكلم فقط في أسبوعين عن 44 شهيد، أكثر من 100 جريح، جلهم أطفال نساء. كيف خطوات عملية من غير الآن مسرة تكلموا قالوا لدينا خطوات فعلية وهي تجميع تبرعات، بعض التوعية. أنت كمتابع مدني وناشط، كيف للشاب والشابة والبعيد على فلسطين أن ينصر هذه القضية العادلة؟ والله ما شاء الله أسئلتك طيبة سيد نمير، مشكور، بارك الله فيك. فعلا إحنا نبغى النوع هذا من الأسئلة. أنا أقول لك الحرب الآن الموجهة ضد الشباب العربي والمسلم والفلسطيني قوية جدا، وبمعية وتتكلمون اللغة العربية، وبمعية وبكل أسف باستعمال الإعلام العربي، بكل أسف، وباستعمال أموال النفط العربي في سبيل وإنفاق الملايين الملايين. ولكن القضية هي قضية حق. فلاحظنا أن الشباب الفلسطيني بسم الله ما شاء الله، وحتى الشباب العربي امشي أي مكان، الشعوب العربية مع فلسطين قلبا وقالبا، الشعوب الإسلامية كلها شبابها وخاصة شبابها مع القضية الفلسطينية قلبا وقالبا. والله لو يعلن باب الجهاد سوف لن تستمر، سوف تلاحظ الملايين قد تطوعوا في كل بلد من الوطن العربي. ولا يضيرك الاتفاقيات التطبيع والمحاولات الإلهاء، أصلا هي حتى منطقية لا يجوز. بالنسبة للشباب أن نطمنك، الشباب ما زال يتابع في الإعلام المضاد والإعلام الذي معه، فضل الله سبحانه وتعالى.
كان زي ما يقول أهل العلم الخارج من القلب يدخل القلب. أسلوب الإقناع في القضية الفلسطينية عند أهل فلسطين، نعطيك مثال فيها، شفت مشهد للنائب الأيرلندي نسيت اسمه، ماكنمار حزة دي، مقاله النائب مش عارف كان شفتها لما يتكلم السفير الإسرائيلي، ممتازة أستاذ لمين، ممتازة، يتكلم فيه يقول هذا يتكلم الإنجليزية. أنا أرى أن نخاطب الشعوب على قدر عقولها، أن نخاطب الشباب بقضايا بلغة يفهمها الشباب، ما نتكلموش على القضية الفلسطينية قضية مملة، قضية والله ماذا سنحدث لفلسطين. لا يا ولدي، مشكلتك أنت في ليبيا لها علاقة بفلسطين. الإسرائيليين هاجموا تونس باش يقضوا ودمروا، وقاموا بأكبر عملية عسكرية ضد تونس ليقتلوا ياسر عرفات، وخليل الوزير وأبو خلف، صلاح خلف يقوم بعملية كبيرة. من الذي يقومون بعمليات اغتيال فتح الشقاقي في مالطا، حاولوا محاولات اغتيال في الأردن، حاولوا محاولات اغتيال كثيرة، هم الذين ينتشرون في العالم، والشباب العربي والشباب الفلسطيني. أنا أقول لك ما تخافش عليه، فكنا الله ما فكنا من الحكام العرب وأفكارهم، والباقي نقول لك خليهم. طيب هنا أرجع لدكتور، دكتور هو أشار إلى مجموعة يعني عمليات يشتغل عليها الكيان لعند الوقت القريب، لربما العثور على خلية تتبع الموساد الإسرائيلي في اسطنبول وغيرها من الحقائق التي يشتغلون لربما لاغتيال شخصيات مناوئة لهم. هل بات العدو الإسرائيلي يشتغل بطريقة منظمة أكثر من أصحاب القضية؟ ليس بطريقة منظمة أكثر من أصحاب القضية. أصحاب القضية يعملون أيضا وتعلموا من الدروس التي تعرضوا لها على يد الموساد الإسرائيلي. نحن نواجه إسرائيل بنفس السلاح الذي تواجهنا به، في الدعاية، في زي ما تفضلت لك أو زي ما تحدثت معك أن هناك الشباب العربي المسلم في العالم يقوم بدور مهم جدا في عمل مضاد للدعاية الصهيونية، أنهم هم الضحية وأنهم هم المظلومون وأنهم هم. الآن بدأت الصورة تتضح أكثر، المظلوم هو الفلسطيني، المضطهد هو الفلسطيني. ولا ننسى مؤخرا ما حدث في ألمانيا عندما تحدث الرئيس الفلسطيني عن الهولوكوست، وقال أنه في فلسطين مئات الهولوكوست التي حدثت وأقامت الدنيا ولم تقعد حتى الآن. يريد أن يعاقب هذا الرئيس لأنه قال حقيقة، قال مئات الجرائم ارتكبت ضد الفلسطينيين، مئات الأحداث التي وقعت في فلسطين ولم يلتفت إليها أحد. إذن الدعاية نحن نواجههم بنفس السلاح، لكن لعل سرعان التطبيع لبعض الدول العربية، تسارع نراه يوميا، هناك دولة عربية تعلن بأنها طبعت جميع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان، يقول خلاف ذلك، خلاف هذا الكلام. أنت الآن تقول بأن هناك وعي، لكن هناك دول تطبع، وليس تطبيع عادي، تطبيع علاقات، تبادل اقتصادي كامل، تبادل تجاري وغيرها. يعني كما قلت لك أن الدولة العميقة في العالم تحاول أن تقنع هؤلاء أن عروشكم أهم من أي شيء آخر. نعم. عروشكم مهددة، لماذا؟ لأن هناك من يهددكم، جار لكم، إن لم تتعاونوا مع القوى الكبرى في المنطقة وهي إسرائيل فأنتم في خطر. فأقنعوا هذه الدول بأن التطبيع هو الحل، لابد أن يكون حليف قوي معكم يدافع عنكم عند الحاجة. هذا ما حقيقة ما جرى، ولكن بدأوا يكتشفوا هذه الدول التي طبعت، أو طبع جزء منها، لا نقول طبعت بالكامل، لا، أجزاء منها طبعت، بدأوا يكتشفوا أن إسرائيل لا عهد لها ولا ضمان لها ولا مصداقية لما تقول، وبالتالي التطبيع أمر مؤقت، وسيكشف الجميع صدق هذه الحقيقة ويدركوا من هي إسرائيل ولمصلحة من تعمل هي ومن وراءها. طيب هنا سوف أقف مع دور المؤسسات الأهلية. احنا تحدثنا عن دور الأفراد،
الفاعلين النشطين في المجتمع، لكن في مؤسسات ربما عليها عبء أكبر. كيف تشوف فيه دور المؤسسات الآن في الدول العربية وفي ليبيا خاصة؟ والله يا سيد الأمين، زي ما قال الأستاذ حسن، التطبيع مع الحكومات وليس مع الشعب. نعم. يجب أن يعلم مصر مطبعة مع إسرائيل من أوائل الثمانينات، الشعب المصري لم يتطبع مع إسرائيل، الحكومة الأردنية متطبعة مع إسرائيل، الشعب الأردني لا يحب الإسرائيليين من مجايين. فالتطبيع راهو نقول لك التطبيع بين الحكومة ومصالح اقتصادية ومصالح أمنية لبقاء الحكام، هذه فقط، هذه حاجة. بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني، أنا نقول لك شوف، مع المال القليل زي ما يعني قليل، القليل الكثير أفضل من قليل منقطع، أفضل من كثير، كثير منقطع أفضل من قليل كثير دائم. نعم. قليل دائم أفضل من كثير منقطع. المال القليل هذا ربك نزل فيه بركة، زي الجمعية قلت لك احنا جبنا 100,000، والله 100,000 هذا سوف يقومون بعمل إنجاز من المجتمع المدني أفضل مما تقوم به الملايين من الدول العربية. شنو يدل؟ شوف شباب صغير جديد مازال مهتم بالقضية الفلسطينية. الإسرائيليين أو من وراءهم لما جوا سنة 1948 ووضعوا علمهم على تل الربيع، والعرب يسموا فيها تل أبيب، هي تل الربيع، اعتقدوا أن هذه خلاص، قد الآن قد مات العرب ومات الفلسطينيين، هذا من 74 سنة فاتت. الآن سنة 2022 كأن القضية حدثت أمس، ما زالوا لم يتمكنوا من الاستقرار فيما بنوه، عايشين حياتهم. مازال أغلب الشباب الإسرائيلي موجودين في الجيش، ما هوش عايش حياة طبيعية، مازال حياتهم مش طبيعية، يعني بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، إنهم متشتتين. المجتمع الإسرائيلي من أكثر المجتمعات تفككا، لأن علاش هذا حتى الديانة اليهودية مش مؤمن بها، هذا أوروبي من أمريكا، هذا أوروبي من بولندا، هذا أوروبي من أوكرانيا، هذا ما فيش بيناتهم ترابط. الشباب الإسرائيلي متفكك عكس الشباب الفلسطيني. طيب، هو الوقت انتهى، فقط نبي كلمة نهائية لدور الجالية، الجالية الفلسطينية في ليبيا تحديدا، شين الدور المناط بها؟ رسالة عن طريق منبر ليبيا الأحرار. الدور المناط بالجالية الآن في خدمة القضية الفلسطينية أنه في غياب كما ذكرت في البداية المقررات الدراسية التي تعرف بفلسطين وتعرف بتاريخ فلسطين وتعرف بأمجاد تلك البلد، نحن نقوم بالتعويض بقدر ما نستطيع. أولا نعرف الأطفال الفلسطينيين بوطنهم الأصلي، حتى أن الأطفال تسألهم أنت من أين؟ أقول لك أنا من جنين. أنت من وين؟ أنا من نابلس. أنا من منطقتها. لماذا؟ لنذكرهم بمدنهم الأصلية ونذكرهم بمعلومات عن هذه المدن. هذه نقطة أساسية. ثانيا نعرفهم بجغرافية فلسطين، نعرفهم كيف سلبت فلسطين، ما هي الخدع التي استخدمت، ما هي الأساليب التي مورست ضدهم. هذا دورنا في التعريف، بالإضافة إلى التراث الفلسطيني. الآن الفلسطينيون يواجهوا حربا من نوع آخر، حتى التراث الفلسطيني، الثوب الفلسطيني المعروف ثوب المطرز، أصبحوا المضيفات في شركات العال يلبسوا الثوب الفلسطيني ويقول هذا من تراثنا. الأكل الشعبية الفلسطينية المعروفة فلافل، الفلافل أصبحت حرب بين الفلسطينيين والإسرائيليين. نعم. لأن الإسرائيليين يقولوا لا، هذا أكلة شعبية يهودية إسرائيلية، في حين أن الفلسطينيين أكلة شعبية فلسطينية. نعم. فالحرب على أكثر من صعيد. نعم. نحن نحاول أن نعرف الشباب، الأطفال، الشباب الموجودين على ولعل ليبيا. أكبر توعية هي معرفة الأجيال بمقدساتها. نعم. كالمسجد الأقصى. نعم. أولى القبلتين. نعم. نعم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك أسرى فلسطين إن شاء الله. وربنا يجمعنا جميعا في بيت المقدس محررا. شكرا للدكتور حسان المغني، وأنت رئيس الجالية الفلسطينية في ليبيا، وأيضا الشكر للأستاذ طه الشكشوكي وهو ناشط مدني. شكرا لكم، والشكر لكل من تابعنا في هذه التغطية وهذا اللقاء. أملين أن نلتقي على خير. السلام عليكم ورحمة الله.